بديش تقوليها لنا القضية هذه؟ ما قدرش نقولها، هي راح نعطيك الفكرة صغيرة. هي راح تكون ماشي جمعية خيرية، هي مجموعة من ملكات الجامعة، راح نقولها حصريا. واحد ما الآن واحد ما عرفها، حتى يمكن في المجموعة تاع ملكة جامعة العالم ماشي ملكة جامعة الجزائر وماشي كاع على بالهم بها. نعم، هي تكوين أول مجموعة اللي تقوم بالعمل التطوعي. هذه المجموعة تتكون من ملكات الجمال فقط، باش نحطوا ملكات الجمال باش يدخلوا لهذا المجال وباش يديروا هذا العمل التطوعي ويشاركوا في الحملات الخيرية. وفوالا سؤال ثاني، ما تحشموش تقدروا